السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم من قناتي على اليوتيوب عمدة المصريين في بتايا. تحياتي لكم وكل عام وأنتم بخير. الحمد لله عدد ذاته، والحمد لله عدد مخلوقاته، الحمد لله عدد قدراته، الحمد لله عدد مقدراته، الحمد لله عدد ما كان وعدد ما يكون، وعدد الحركات والسكون، وعدد كل ما هو ظاهر ومطنون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اتوفى أمس المرحوم والمغفور له أبو نواس الله يرحمك. طبعا أبو نواس من الناس اللي سايبين سمعة طيبة. أبو نواس صاحب مطعم أبو نواس في شارع العرب اللي كان جنب أبو سعيد، مطعم أبو سعيد، واللي كان جنب مطعم أبو عبد الله. طبعا توفى امبارح أبو نواس رحمة الله عليه. ألف رحمة عليك يا أبو نواس، وكانت الصلاة على أبو نواس. أهوت أنا مش عايز أوضح يعني إني أنا بجد كنت بحب الراجل ده، شايفين؟ أهوت أهوت أنا مش عايز الصور أصلا توضح قوي، شايفين؟ أهوت أهوت الله يرحمه الله يرحمه، ألف رحمة ونور تنزل عليك يا أبو نواس. الله يرحمه ويسامحه. تمام. توفى إلى رحمة الله تعالى المرحوم المغفور له بإذن الله تعالى أبو نواس صاحب مطعم أبو نواس في شارع العرب. سبحان الله، سبحان الحي الذي لا يموت. أنا الراجل ده هو رحمة الله عليه، عشان كده أنا بقول الإنسان سمعة، واللي هتعمله النهارده هيعود لك. انا لولا ان ابو نواس توفى ما كنتش اخرج السر اللي بيني وبينه ابدا، لان دي امانه. شوف 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 الناس بتموت ازاي. طب الناس اللي موجوده بقى، كل واحد ظالم واحد كده يرضيه، حتى لو مش هتديله حقه بالفلوس قول له تعالى يا عم وسامحني. والقازم بسم الله الرحمن الرحيم، والقازمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، صدق الله العظيم. يعني اهو الراجل توفى رحمه الله عليه الله يرحمه. الناس اللي عايشه بقى ما بياخدوش عظه من كده، هتموتوا انتوا رخيه، وانا هموت وكلنا هنموت. يا رب اللهم اسالك حسن الختام يا رب. يا رب انا راضي اكون مظلوم ومبقاش ظالم ومش زعلان من حد يا رب، واللي يظلمني انا فوضت امري ليك. اهو توفى الى رحمه الله تعالى ابو نواس امبارح. يعني توفى الراجل، سبحان الله الله يرحمه. ابو نواس ده هو بسم الله الرحمن الرحيم. أبو نواس الراجل ده يا جماعة فوجئت في يوم من الأيام، ما كانش اللي هو لا شافني ولا أنا شفته ولا أعرفه، بس أسمع عنه وأسمع عنه كل خير بجد، يعني كل خير أسمع عن الراجل ده، والإنسان فينا سمعة. فجيت لقيت طباخ بعت لي، طباخ عنده مصري، في يوم بيقول لي يا سيد أبو نواس بيسلم عليك. كنت أنا شغال عند صلاح، فقلت له ابو نواس يعرفني؟ فضحك وقال لي هو انت في حد في البلد ما يعرفكش؟ قال لي حتى انا سالته السؤال ده، قلت له يا ابو نواس انت تعرف السيد؟ قال لي هو حد في بتايا وتايلاند ما يعرفش السيد؟ سلم لي عليه، انا بحبه عشان هو جدع وبتاع ربنا وجد وما بيخافش من حد. فانا رديت عليه على الرساله اللي جالي عن محمد الطباخ، وقلت له وانا راخر سلم لي عليه، وانا راخر سلم لي عليه وقول له وقول له السيد سمع عنك، سمع عنك كل خير، سمع عنك كل خير، وسمعتك سبقاك، ومصير الوجوه تتقابل ان شاء الله. جه بعد كده فوجئت لقيت الراجل بيتصل عليا رحمه الله عليه، وافضل الحق عن افضل الزور. تقابلت انا والراجل ده مره واحده، قال لي الله يعينك يا ابني والله يقويك، وكل ما تعيش في البلد دي كل ما هتشوف. قلت له يا عم ابو نواس انا عايز اكل عيش وماليش دعوه بحد، هما بياكلوا ببعض ليه وبيعملوا كذا كذا كذا. قال لي مش هتغير الكون، انت بتقول انا حافظ كلام ربنا. كل ما تعيش في البلد يا ابني يا ما هتشوف، وعايز تريح راسك خليك في حالك. سبحانك يا رب. الراجل توفى اهوت، واللي قاله فعلا. بدات من شهر فات اعيش في حالي واريح راسي، لقيت نفسي برتاح. الله يرحمك يا ابو نواس، الف الف مليون رحمه عليك.
الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة بجد يعني. الله يرحمك، الله يرحمك فعلا، انت مت وسبت سيرة طيبة. انا يمكن ما اتقابلتش معاك غير مرة واحدة، ما فيش غيرها، وقلت لي كلمتين وقعدت اتكلمت انا وانت، السر اللي بيني وبينك يعلمه ربنا سبحانه وتعالى، ولكن نصحتني نصيحة وفعلا كلامك صح، وفعلا الانسان فينا بيموت وبتقعد سيرته سواء كانت وحشة او كانت حلوة، وانت سبت سيرة طيبة رحمة الله عليك. الله يرحمه البقاء لله يا جماعة، توفى إلى رحمة الله تعالى أمس أبو نواس صاحب مطعم أبو نواس في شارع العرب بتاية تايلاند، والبقاء لله. ويا رب نسألك حسن الختام يا رب، نموت يا رب وإحنا مش ظالمين حد ولا لنا عند الناس، يا بخت من بات مظلوم وما باتش ظالم. أشوفكم على خير، والبقاء لله، وخالص العزاء لعائلة أبو نواس كلها وأولاده وكل الناس اللي عنده شغالين وكل الناس، وألف ألف مليون رحمة على أبو نواس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.